الأهداف القانونية. كرة من الجهة اليمنى في تنفيذها طبعا عبد الرحمن بورثيم. نتابع الهدف الأول في هذه المواجهة ونحن نصل إلى الدقيقة 17. عبد الرحمن بورثيم، كرة جول 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 جول. أبناء القصبة يسجلون ولشباك جاية يصلون وللأنصار يسعدون بهدف رائع ومميز وجميل. اللعب الجماهير وجعلهم يتحررون. الامسيا ثلاث حروف، أسعدت الأجداد وصنعت الأمجاد. مجد آخر بهدف آخر بوصول آخر في هذه المواجهة. هدف أول أكيد سيشعل هذا اللقاء وسيجعله مثير وسيجعله شيق فيما تبقى من دقائق. شوف الكرة وشوف الصورة كيف لعبت، عادت من مربح جاية والمتابعة كانت حاضرة في الشباك في الشباك. الهدف الأول لنادي اللامولودية بطريقة رائعة رائعة جدا. بديع أنت يا أيوب عزي، أيوب يعطي الفرج، يسجل الأهداف ويعطي الأفضلية بطريقة رائعة جدا في المكان المناسب. المدافع يلعب دور المهاجمين أيوب. شبيبة الله قبائل، النادي الذي لم ينهزم حتى اللحظة في الدوري، النادي الأقوى هجوميا. كرة من الجهة اليمنى لصالح نادي المولودية، تصويبة جول 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 جول. عزموا ولا زالوا عازمين لتحيا المولودية. هدف ثاني يحيي الجماهير من جديد، يبعث المدرجات من جديد بطريقة رائعة جدا وفي غياب الاحتفالية من المسجل. وصل إلى شباك مرباح كايا. المولودية بتاريخها بكبريايا بألقابها بجماهيرها بأصوات حناجر عشاقها تعود وتسجل هدف ثاني وسط حسرة وذول للمدرب دزيري بلال. دزيري بلال يراقب يعاين الأضرار بينما الكرة جاءت من الجهة اليمنى بهذه الطريقة، صوبت غيرت اتجاهها من جانب الدفاع قبل أن تسكن شباك الحارس مرباح جاية. شوف الكرة الماضية كيف لعبت، الله على هجمة والله على انطلاقة، مجهود خرافي. المتابعة كانت حاضرة في كرة جميلة جدا جاءت بالهدف الأول لنادي اللامولودية. هذه الكرة التي جاءت بالهدف، هذه الكرة يا حسين العريف.